السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا منهج التغذية او كنا احنا بناخد بايوكيمستري ونيوتريشن، شوية زاد عليه شوية حاجات السنة دي، فاللي معاهم كتاب السنة اللي فاتت ده مش هينفع تذاكروا فيه، هنضطر نذاكر من الكتاب اللي معانا. تمام، بسرعة كده هادلكوا على المحاضرات اللي احنا اتكلمنا عليها. اول محاضرة قلنا الفيزيكال كيمستري، اتكلمنا عن التايبس اوف سوليوشن، انواع المحاليل. Solution are classified into three types according to the size of solute molecule. طيب احنا عندنا بنقسم المحاليل اللي موجودة اللي ممكن نديها للمريض الى ثلاثة حسب المادة المذابة، the size of solute molecule يعني ايه؟ حسب الجزيء او حجم الجزيء للمادة المذابة في المحلول. فعندنا ثلاثة: true or crystalloidal solution، بعدين colloidal و suspension. ثلاث أنواع، ده حسب حجم الجزيء للمادة المذابة في المحلول. أول حاجة true أو crystalloidal، هنلاقي إن size of solute particle أقل من 1 نانومتر، أقل من 1 نانومتر. يبقى الخصائص بتاعت الجزيء هنا size بتاعه أقل من 1 نانومتر، can pass through filter paper والسيلوفان بيبر، بيعدي من الاثنين، من الفلتر بيبر والسيلوفان بيبر. لما نيجي نرشح المحلول هنلاقي البارتكل دي لانها صغيره جدا هتعدي منه. طب الكولويدال سوليوشن لا، سايز اكبر شويه، من 1 ل 200 نانومتر، can pass through filter paper but not through cellophane paper، هتعدي من الفلتر بيبر من ورقة الترشيح لكن مش هتعدي من السيلوفان بيبر. زي مين؟ طبعا المثال الاولاني اللي هو الترو او الكريستلويدال، ده زي محلول الملح اللي هو 9 من 10 اللي احنا بنستخدمه في المستشفيات، زي الشوجر سوليوشن. تمام، بالنسبة للكولويدال ده زي الستارش، زي اللي هيومن ألبومين، اي بروتين سوليوشن ان ووتر. تمام، النشا في الميه، الناس كانت بتسال يعني ايه ستارش، ستارش يعني نشا. والبروتين سوليوشن زي الاحماض الامينيه اللي هو هيومن البومين، منها الهيومن البومين. تمام، يبقى تاني النوعين دول الترو او الكريستلويدال سوليوشن والكولويدال. الكريستلويدال ده السايز للحجم الجزيء اقل من 1 نانومتر، هيعدي من الفلتر بيبر ومن السيلوفان بيبر. زي مين؟ زي محلول الملح، ما تنسوش الكلام ده، كلنا بنستعمل محلول الملح وده موضوع سهل، كمان محلول السكر. طيب كولويدال سوليوشن السايز هيكبر شويه، هيعدي من الفلتر بيبر لكن مش هيعدي من السيلوفان بيبر، السايز من 1 ل 200 نانومتر. والاكزامبل اللي عندنا الستارش ان بروتين سوليوشن ان ووتر، النشا لما نيجي نحطه في الميه، والهيومن البومين لما لو احنا حطيناه في ميه. خلاص، طيب نيجي للسسبنشن. طبعا المعلق كلكم شفتوه تقريبا، يعني مفيش حد في بيته وما جاش حد تعبان وجبنا معلق وقلنا لازم نرج المعلق الاول قبل ما نستخدمه، ونرج كويس جدا. السايز اوف سوليبل بارتيكل از مور ذان 200 نانومتر، اكتر من 200 نانومتر. وبعدين ده مش هيعدي بقى لا من الفلتر بيبر ولا هيعدي من السيلوفان بيبر، ده هيترسب. تمام، زي ايه؟ زي شاركول سسبنشن ان ووتر، لو جبنا فحم وعملنا منه سسبنشن في مية. خلاص، يبقى التلاتة دول اول تقسيمة عندنا للسوليوشنز للمحاليل، بنقسمها حسب الحجم الجزيء للمادة اللي احنا هندوبها، يا اما ترو او كريستلويدالز وده بنستخدمه كتير جدا زي محلول الملح، وقلنا السايز اقل من 1 نانومتر، بتعدي من الفلتر بيبر والسيلوفان بيبر، اكزامبل بتاعها اللي هو محلول الملح مثلا. طب الكولويدال ده اكبر شويه، من 1 ل 200 نانومتر السايز، وبتعدي من الفلتر لكن ما تعديش من السيلوفان بيبر. وبعدين الاكزامبل عندنا الستارش والبروتين سوليوشن ان ووتر. طب السسبنشن، قلنا السسبنشن سايز اكبر من 200 نانومتر، وبعدين ده
unstable بيترسب تمام لوحده ما يقدرش يعدي لا من الفلتر بيبر ولا من السلوفان بيبر. اكزامبل اللي عندنا اللي هو تشاركول سسبنشن ان ووتر تمام. طيب هيجي عندنا تقسيمه تانية اللي هي السوليوشنز دي كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو ذا بي اتش. انتوا عارفين بي اتش اللي هي درجه الحموضه والقلويه. عندنا المعده حموضيه شديدة الحامضية عشان وجود الـ HCl فيها والأمعاء الجوسي اللي موجودة فيها قلنا ألكالين. وبعدين عندنا الدم تقريبا نيوترال مائل قليلا للقلوية. طيب هنقسم بقى السوليوشنز دي حسب الـ pH، يا إما نيوترال اللي هي الـ pH بتاعتي 7 تمام، ودي زي ايه؟ زي بيور ووتر المية النقية ده الـ pH بتاعتها 7، أو لو أنا جبت محلول ملح اللي هو الـ NaCl جبت NaCl اللي هو صوديوم كلورايد وحطيته في مية ده برضو بيكون نيوترال تمام. يبقى نيوترال سوليوشنز الخصائص بتاعته ان البي اتش بتاعته 7، اكزامبل اللي عندنا بيور ووتر والان اي سي ال سوليوشن او ان ووتر تمام. طيب الاسيديك سوليوشنز انا عندي ده المحاليل الحامضيه ان البي اتش بتاعتها اقل من 7 زي